احنا عاد ما تركنا معالي الوزيره، والعنوان موجود عندنا والمكان موجود عندنا، وسند القبض سند الوصل هم راح نعرضه الان وعرضناه لكم في بدايه الاتصال. راح فريق الاعداد ونتفاجئ ان مكان التبرع هي مكتبه للتسجيلات في حولي بالسرداب، ونزلنا والاخ مصري ولحيه دقني كده من بتوع اللي خبركم فيهم في مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا جايين نتبرع، مش حكمل القصة. شوفوا التسجيل الفيديو اللي صار مع المسؤول عن التبرعات اللي يقبضها ويقول لك اودي المصاحف للناس الفقراء. عطوني التقرير. السلام عليكم. ازيك الشيخ طارق؟ طبعا انت قلت الراجل النصاب ده جاي امبارح اخذ الفكره ومش احنا عايزين نتبرع ان شاء الله ب 20 دينار. في عندك استقطاعات شهريه؟ مفيش استقطاع. على اساس اعمل استقطاع على بنك لازم يكون ليها رسميه. مفيهاش شيء رسمي. مفيهاش شيء رسمي. بس المصاحف دي على فكره انا امبارح سالت اخويا، بقول له مصاحف صغيره كده، لان اخويا هنا موجود يعني، بقول له المصاحف صغيره كده اللي هي قد الكف دي. قال لي يا راجل احنا كنا جايبين الاكبر من كده، اللي هو الحجم الاكبر من كده كنا جايبينه بسبع دنانير، بسبع جنيه اساسا. انت حضرتك بتقول لي امبارح ب 10 جنيه هناك. الوقت ده وانا الكبير واحنا بالطبع ما هو من ان هو ده اللي هو اللي انت وريته لي امبارح ده؟ لا لا لا. ده سعودي ده صح؟ بس ما شاء الله. طب لما نحب ده مصري برضه؟ ده احنا بنوزعه. ده بكام بقى؟ بنفس السعر هناك؟ لا يعني هو بفرقها ايه؟ ربع جنيه 30 قرش. ربع جنيه 30 قرش؟ ده حتى الفينشنج بتاعه مش معايا؟ الفينش بتاعه مش لا، ده التاني كان الفينش بتاعه احلى يعني. ده الوقت الجديد احنا ده يعني ده الفينش بتاعه احلى يعني. تجديد ماكينه، هو نفس ده الشركه احنا بنشتغل فيها. طب دلوقتي احنا لو في استقطاع يبقى حلو، يبقى توفر علينا المشوار ده. ده حلو ده، والتشطيب بتاعه حلو برضه. الجديد بقول لك كله فل ماكينه. طب لا انت ما تديناش من ده بقى. وده برضه المصحف بالدينار؟ طب احنا عايزين ال 20 دينار دي تعمل اكتر من دينار، اكتر من 20 يعني. لان انا اجي لك كل شهر ان شاء الله رب العالمين، ربنا يعيننا ويجزيك خير عننا يعني. بس الناس اللي على التليفون عندك دول فاهمين الموضوع غلط على فكره يعني. هو الموضوع ما فيه يا سيدي الفاضل، ان هم هناك اصلا اللي هم المكان ده اسمه طريق الايمان، اتصلوا عليك. طريق الايمان. ايوه اللي اتصلت عليا. بيتعاملوا معايا هم ما عندهمش مكان يستقبل فيسبوك. فاحيانا كتير لما يكون زبون عايز حد يروح يشوف الحاجه بنفسه فبقوم باعتينه على هو. لكن هم عندهم مندوبين يعني. توصيل للمنازل. انما انا بالنسبه لي انا هنا. لكن الجمعيات اللي في مصر بقى بتدوا لمين بالظبط؟ احنا الجمعيات اللي بطلع لهم هم جمعيات، احنا انا كنفسي انا لما بوزع انا نفسي بوزع لاشخاص، انما هم لازم اوصل لهم الطلبيه بتاعتهم واسلم لهم الطلبيه لشخص واجيب لهم شهاده زي كده. يعني هم لما يجيبوا لك تجيب لهم شهاده زي كده، لكن حضرتك بقى لما تودي لمين؟ انا بودي للناس اكون واثق فيهم. محل ثقه. طب كويس والله. بس ال 20 دينار دي هتعمل كام مصحف بقى ان شاء الله ويجزيك الله خير عننا، ونبقى وفرت عليا المشوار. لان انت عارف الواحد لما بينزل مصر ما بيحبش يدور يعني، اذا كان جنبه مسجد بتاع حاجه زي كده بتبقى حواليه وخلاص يعني.
تعرف مدينة نصر دي ناس مش محتاجة أساسا، ما عندهمش كتاتيب تحفيظ يعني في القرى والنجوع والحاجات دي. ما ده أهم شيء، هم دول اللي محتاجين المصاحف يعني. حتى القرى أنا على سبيل المثال اللجنة اللي احنا مسلم لنا في المنصورة، آخر اللجنة كنا سلمنا لها كمية 10,000 مصحف ما شاء الله. الشيخ مصطفى العدوي فيه شيخ اسمه وحيد دالي حد السلام ده، قالوا ان احنا نوزع وزعه بره احسن يعني. حتى هو بيقول ان احنا شبه مستكفين كمان ما شاء الله. فانتوا بتشوفوا مناطق تانية زي ما يكون مناطق تانية محتاجة اكتر يعني. جزاك الله خير يعني، انتوا اللي بتبحثوا يعني على قد ما بنقدر يعني اجتهادات يعني. جزاك الله خير، جزاك الله خير. وبالنسبة لمصاحف التفسير والحاجات دي او صحيح البخاري، ايام يبقى واحد مثلا عايز يبعت لمساجد، في حاجات دي برضو بتتحط في مساجد بيبقى لها قيمة برضو. ممكن احنا نعمل لك مكتبة مثلا. طب انا هنعمل ايه بس هو يعني هو مين اللي كان وصل مرسل؟ الشعب اللي وصله، والشعب اللي قال له مش عايزينك برضه، المفروض ان هو يحترم القرار. بعدين انت لو كنت سمعت مرسل وهو بيتكلم بيقولوا له يعني بيقولوا له لو الشعب طلع عليك وقال لك مش عايزينك هتعمل ايه؟ قال لهم هنسحب على طول. صح ولا مش صح؟ قال لهم لو واحد بس طلع عليا في الميدان وقال انا مش عايزك هنسحب. عرفتوا وين يا أهل الكويت تبرعاتكم تروح؟ للأخ واللي هو أحد أعضاء هالشبكة المنتشرة بالكويت، تاخذ التبرعات باسم الدين، باسم الدين، وترسلها لهم. تدري شو اللي باطشة بدي بعد؟ أم أحمد دازت رسالة تقول أنا تبرعت لهم، تبرعنا حق هذا، طيبتنا، طيبة أهل الكويت. نوزع قرآن كم؟ 200 300، ايش كثر اغتنوا وايش كثر ودينا فلوس برا. هناك تقارير للاسف الحكومه تحاول ان تخفيها، هناك اموال كويتيه قاعد تروح للاخوان المسلمين في مصر وتدعم الارهاب في مصر وتدعم الارهاب في سوريا وتدعم الارهاب في العراق وكل اماكن الارهاب تتم دعمه لكل، ومنهم على راسهم داعش في كل مكان. اي جماعه متطرفه يتم دعمها. ليش؟ في جمعيات بالكويت معروفة، الله يرحمها الاسميت، شوف شلون بنى افريقيا، شوف الاعمال الخيرية بافريقيا. هناك جمعيات واضحة. ليش يعني شو الذكاء لما يتصل علينا واحد الو السلام عليكم تبرعوا للقرآن الكريم لنشره؟ اوكي ما نسوله فلوسنا رخيصة نروح نعطيها فلان وفلان واخرت تروح حق هذا هالبني ادم وياخذ يوديها برا، الله اعلم شو يسوي فيها، يمكن يبني له عماره فيها هناك. وقاعد نتصل على الرقم اللي هذا توت 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 مشغول. اليوم دور المباحث معروف، مكان محل واخرتها محل تسجيلات، اخرها محل تسجيلات، وتاخذ الفلوس. جيبوا فلوس، جيبوا خندز للحبايب. هذه القضيه مش قضيه سهله، يا ليت الحكومه تركز على قضيتين، قضيه الاموال اللي قاعد تطلع بالكويت كاش، والاموال اللي قاعد تحول لدول مشبوهه، وقضية المكاتب التسجيلات اللي قاعد حاطين لي شبكة يتصلون على كلها. يعني استغربت ان حجم الاتصالات اللي جتني يقول لا احنا تبرعنا، كل يوم يدقون علينا، لا احنا ما كل يوم يدقون على مرة ومرتين. اليوم دور وزارة الداخلية اذا يبون، جزاهم الله خير، عنوان المكتبة التسجيلات بحولي في مجمع نعطيهم اياه ونعطيهم الوصل. يا ليت يكون في اهتمام من الداخلية ومن التجارة ومن الشؤون. القضية هذه مش قضية سهلة يا حكومة، ولا ما زلنا نتصل على أساس كنا بنسوي مداخلة، للأسف الرقم اللغة
ويمكن باكر المكتبه مسكرها ورايح رايح مكان ثاني. الدور عليكم يا اهل الكويت والدور على البعض. تكفون يا حكومه، الملف الامني اهم. وصلنا الرساله والباقي عند الحكومه.